يسعد مساكم جميعا، بحب أمسي عليكم من أمام نوفل مول الأكبر والأضخم في فلسطين في عالم الجمال، كل ما يلزم العناية الشخصية والبيتية. بنحب نأخذ فكرة بسيطة عن إيش في المول، إيش بيقدم المول، إيش المنتجات، إيش العروض، إيش البضائع، إيش الوكالات اللي مع نوفل، فتفضلوا معنا حتى نأخذ فكرة عن ما في داخل المول. أهلا بكم. طبعا يعني زي ما بعرفوا كثير من اخواننا التجار او زبائننا، نوفل تمتلك اكثر من 25 وكالة بما لا يقل عن 400 إلى 500 صنف تقريبا. بنحكي عن منتجات العناية الشخصية، شركة بيور جليسرين شركة ألمانية طبعا معروفة، منتجات العناية الشخصية طبعا، شركة فلورمر من كبرى الشركات العالمية في عالم المكياج طبعا، كل ما يلزم المكياج طبعا، لاين كامل متكامل متخصص معنا وكالة حصرية فيه. العطور طبعا أكثر من 300 نوع من العطور جميعها طبعا أصلية بتشكيل رائع جدا بمتناول أيدي كل زبون بيفكر بأي نوع عطر ممكن يحصل عليه. الشركة الإيطالية طبعا فارما فيتا صبغات الشعر. بنحكي عن باراشوت شركة ماليزية ماريكو طبعا مشهورة ومعروفة جدا برضو وكالة من وكالات نوفل. الأوميجا فراش الحلاقة الإيطالية برضو أحد وكالاتنا طبعا، غنية عن التعريف طبعا وكل الصبايا بعرفوها اللي هي الشي منتجاتها بكل عالمها طبعا. الديودرانت الأطكم العطور، الصبايا برضو من أحد الماركات اللي خاصة في نوفل بتشكيلتها طبعا. الجزء برضو من منتجات شركة هونجا في تركيا اللي هي الكالديون برضو الريبول، ديودرانتات رجالي ستاتي، المستحضرات اللي بتخص قطن المكياج والطابات والديسكات والنكاشات الأدنين طبعا. كمان هنا في منتجات كثيرة، مثلا بنحب احنا نأمن كل المنتجات يعني حتى يعني غير المنتجات اللي حاصل عليها نوفل كوكالات طبعا. الفاتيكا من ضمن المنتجات طبعا اللي احنا بنأمنها لزبائننا طبعا، هذه منتجات الهوبي احنا برضو وكلاء لها. هنا طبعا الفارما فيتا الإيطالية تحدثنا فيها، هذه الفيدا الإنجليزية طبعا، إذا بتلاحظ طبعا الإيفا المصرية هون طبعا، كل المنتجات العناية الشخصية لكل الماركات العالمية اللي بتخطر في بالكم ممكن تكون موجودة أو بتكون بالأحرى موجودة. اللي فينيا برضو شركة ماليزية من ضمن الوكالات اللي احنا طبعا معنا. البنات فراش الشعر من ضمن الشركات اللي احنا برضو يعني وكلاء لها في فلسطين. هون كمان عالم بخص العناية الشخصية سواء كانت للرجال أو للسيدات، للجميع يعني أطفال.
منتجات الأطفال والعناية الخاصة بالأطفال طبعا، الرضاعات الوي، مستحضرات بتخص الأطفال طبعا، شامبوهات الأطفال، منتجات البيبي جوي طبعا أحد وكالات شركة نوفل، قسم منظفات كامل طبعا. تفضل. الفيكس اغويست من احد الشامبوهات برضو اللي لها تاريخ عريق يعني من سنين معنا وبتشتغل بشكل كويس. طبعا كثير مهم انه احنا الصابون النابلسي، التاريخ والعراقة والحضارة طبعا هذه لابد من انها تكون حاضرة، وشيء كثير مهم وان الشرف انها تكون طبعا موجودة عندنا في مولنا. مستلزمات الحلاقة والصالونات سواء الرجالية او الستاتية، منتجات المنظفات بتشكيلتها طبعا. طبعا كل ما يلزم البيت، الأسرة، أدوات منزلية أو بالأحرى متطلبات ربات البيوت من منظفات ومستلزماتها بتشكيلتها. تفضل. مساحيق الغسيل بأنواعها وماركاتها كلها موجودة، المبيدات الحشرية، الورقيات، المنظفات، معطرات الجو، كل ما يتعلق بالمنظفات متوفر وبالكم اللي بده يطلب الزبون، اللي بطلب الزبون طبعا. وأسعار أتوقع يعني الزبون اللي بيحكم، مش أنا اللي بقرر إيش الأسعار وإيش تفاصيلها، بس إنما يعني إحنا اجتهدنا إنه الكل يكون راضي والكل يكون مبسوط. طبعا نوفل مول هو يعتبر الفرع الخامس للشركة والأكبر، المعرض الخامس، لأنه ثلاث معارض في نابلس، معرض بيت الكرم، وهذا المعرض في دير شرف الشارع الرئيسي. يعتبر نوفل مول الأضخم والأكبر على مستوى فلسطين بالتخصص، بالنوعية، بكل كبيرة وصغيرة، بخدمة الزبائن، أسعار مميزة، خدمة رائعة لكل الزبائن. طبعا احنا بفضل الله يعني عمرنا 20 سنة بالسوق، بطبيعة الحال بنوزع بكل الضفة، عندنا وكالات حصرية أكثر من 25 وكالة، أوروبية طبعا وتركية من دول عدة. الفكرة أجت لأنه احنا بطبيعة الحال عندنا خط للجملة وخط للمفرق اللي هو من خلال معارضنا. هذه الفكرة أجت على أساس أنه احنا نخدم زبائننا طبعا، سواء كانوا جملة أو سواء كانوا مفرق، سواء صيدليات، محلات، معارض، وبحكم الموقع، بحكم وطبعا الزبون بهمه أنه يجي يشوف بضاعة معروضة بمكان كبير، بمكان واسع، ويرتاح في 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 في, في الطلبيات، يرتاح في طريقة التسوق. من هذا الباب طبعا احنا يعني والحمد لله يعني كانت الفكرة مش وليدة يوم او 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 ليلة، على مدار سنين تم التخطيط لها وترتيبها وتم تنفيذها بناء على ذلك. طبعا مناسبة الافتتاح بفضل الله احنا في حاجتين، كان الافتتاح يعني بالتزامن مع افتتاح نوفل مول، كان افتتاح معرض نوفل للصحة والجمال اللي طبعا كان معرض للتجار وزبائننا اللي تم تكريمهم من خلال عروض ضخمة يعني ما حصلت من سنين، خصومات، بونصات، هدايا، وعملنا حاجات كثير كثير رائعة بتتعلق بالأسعار اللي بتخص زبائننا وبتخص الجملة. هذا على صعيد تجار الجملة. وطبعا على صعيد تجار، على صعيد الزبائن المفرق أو المستهلك الرئيسي، طبعا احنا عندنا آلاف الهدايا توزعت وراح تتوزع طبعا على مدار الأيام والأسابيع اللي جاي. بنفس الوقت في خصومات، في بونص، في عروض، في هدايا، في حاجات كثيرة. طبعا المستهلك بيفوت بينبسط من الأسعار، بينبسط من التشكيلة ومن النوعية ومن الكم الموجود. الحمد لله هذا يعتبر بحد ذاته تميز. طبعا المساحة اللي احنا بنحكي عنها هي 2000 متر مربع، المول على 1000 متر تقريبا أو يزيد شوي صغيرة، جزء منها مستودعات، جزء منها مكاتب ومقر للشركة طبعا في نفس الموقع. الموقع احنا بنحكي طبعا دير شرف غرب نابلس، 7 كيلو على مفرق جنين طول كرم، تعتبر يعني من أكبر المجمعات التجارية أو من أكبر الأماكن اللي فيها يعني مبنى بهذا الحجم وبهذا التخصص وبهذا الكم. منطقة استراتيجية بحكم أنها بتتوسط شمال الضفة، منطقة على مثلث جنين طول كرم نابلس، يعني احنا بنحكي عن منطقة
أكثر مدينة تبعد عن الموقع اللي إحنا بنحكي فيه من مدن طول كرم وجنين قلقيلي نابلس لا تتجاوز 25 دقيقة يعني بحد الأقصى. أول إشي إحنا في مول نوفل ما كان توقع بضخامة المول بهذا الشكل، والمول اللهم صل على سيدنا محمد يعني أسعاره مغرية لدرجة بتفوق 50%، وبنتمنى إنه يكون هذا المول يعني على مستوى الوطن العربي بشكل عام، وبنتمنى لهم التوفيق لآل نوفل في دير شرف، وإن شاء الله الخير بعم على الجميع. ما شاء الله يعني محل متسع، بتلاقي ست البيت كل ما تتمنى يعني وبدها إياه وكل شيء موجود. طب أسعار نوفل؟ أسعار متواضعة ومتناول الجميع يعني، وفيش إشي غالي فعليا يعني. أنا بالنسبة لي أكبر مول بشوفه مختص يعني في شغلات اللي هو مختص فيها أكبر مول. طب بتحب توجه رسالة لنوفل مول؟ نعم، بتمنى لهم التوفيق، بتمنى إنه دائما تكون أسعارهم متناول الجميع على أساس الكل يعني يستقطبوا الزائر عندهم ويخرج مبسوط ويوفر على نفسه. كل مواطن بيتمنى مش قضية انه جودة في البيع ونفس الوقت رخص يعني تكون متناول جميع البضائع.